لما تعرف ان المرأة تستطيع ان تشارك في المشاركة السياسية. في 69 اللي هو في عهد النظام الجماهيري فيما كان يسمى في النظام، بينما حتى نحن معرضين للخطأ، بس مش معناها النقد، ان عادة النقد يجي للنقد بناء مش هذا. فبنحكي عن المشارك الإشارة الصريحة والإشارة الواضحة، بحيث ان حكى دراه ان المرأة تشارك المرأة في المشاركة السياسية. ولكن نحن عادة ما دام قالوا المساواة بين المواطنين، معناها المواطنين شملت من؟ النساء. يعني حتى وكان ايام التصعيدات في المؤتمرات الشعبية والاشياء هذه، الناس ما كانتش تفضل انها تبدا تبين اي حاجة. اولانا للاسف موجود في الثقافة العامة رغم الموضوع هذا. فعلا نحن معيدين مش تكون، ولكن في بعد في المرأة والمشاركة السياسية خاف. فانا كنت كي كاني يعني حتى في مدرسة تطوعي، انا اتمنى نشتغل في اليوم هذا. فكان كانت تحبني فرصة واشتغلت تقريبا رئيس محطة. كم ولا حوالش هي كانت خطوة تجربة بس نشوف شو يصير. ما قلت فرق بالمسار. ما فيش تقييد مثلا عادي رش فلان ولا علان. لكن احنا اللي صبينا معاهم في المؤتمر الوطني قتلونا، وهذا اللي صار لنا احباط وصار مجموعة نساء هن امهات الشهداء وجوزاتهم واخواتهم. المهندسة أمل حبيب نائب رئيس التكتل المدني الديمقراطي فرع جدابية. اليوم في ندوة بخصوص المشاركة السياسية للمرأة بين التحديات والواقع. أدار الجلسة الحوارية الأستاذة فاطمة شنيب محامية من مدينة بنغازي، عضو في الهيئة القضائية، ومندوب في المصالحة الوطنية داخل بعثة الأمم المتحدة. كان الجلسة اليوم على أساس أن العمل التوعية للسيدات على الانتخابات الجاية، والمحاولة للخروج بتوصيات علشان يتم من خلال التوصيات هذين بقية برامج التوعية، هل هي من خلال جلسات حوارية أو من ندوات أو من دورات تدريبية، بالإضافة للدفع بالمرأة للانتخابات البلدية الجاية والاستحقاقات القادمة من برلمان إن شاء الله. داخل المجتمع يعني طبعا احنا المشكله للاسف الوضعيه واقعين فيها ان المراه مش عارفه شو هن التشريعات اللي هي للهيئه التنفيذيه يعني تكون يعني منصب، لكن هي مش عارفه